صباح الخير لجميع متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال نهار اليوم. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذا اليوم، حيث تسود أجواء حارة مع 45 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 43، الرطوبة منخفضة والرياح تكون معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأ بالمنطقة الشمالية، تبوك 37 إلى 23، عرعر 40 إلى 24، وسكاكا 39 إلى 26 درجة مئوية مع طقس صافي. نذهب غربا نحو المدينة المنورة 44 إلى 30، جدة 33 إلى 28، مكة المكرمة 41 إلى 27، والطائف زخات رعدي من الأمطار 34 إلى 24 درجة مئوية. نذهب للمنطقة الجنوبية الغربية، زخات رعدي من الأمطار، أبها 30 إلى 20، الباحة 31 إلى 20 أيضا، وجازان 38 إلى 30 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية، أجواء شديدة الحرارة في الإحساء، درجات الحرارة تلامس 50 مئوي كحرارة عظمى، أما الصغرى 33، نفس الحرارة تقريبا في حفر الباطن، أما الدمام 46 إلى 37 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 45 إلى 34، بريدة 46 إلى 29، وحائل 41 إلى 26 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.